مناسيب النيل الأزرق قبالة جزيرة توتي وسط الخرطوم تبدو مرتفعة رغم حالة الإطمئنان التي بدت على البعض، فالجسور الواقية على هشاشتها ظلت صامدة حتى اللحظة. طبعا بالنسبة للفيضان توتي مشكلة ما فيها، هي المشكلة من الأمطار تتعب الناس شديد جدا، ما في طريقة لا إلا يسحبوها بالبوابير، وسأل الحمد لله سحبوها. كان جات أمطار ما في طريقة لا تطلع، ما بيعملوا لا مجاري، جزيرة تكون فيها مجاري ما في عشان يعملوا مجرب دخل البحر. والله حد الآن المنسوب يعني ما عليه خطورة، موقف مطمن خالص. هسه حاليا الحمد لله اللجان الشعبية ولجنة التطوير يعني شغالين وبيأمنوا في الجسر الأمامي، ونحن هسه أول حاجة بنركز على الجسر الأمامي أكثر حاجة. أما في منطقة الفتيحة بأم درمان فالنيل الأبيض هو الآخر لا يقل خطرا، وإن بدا الوضع مطمئنا حتى الآن. لكن الحال نفسه في منطقتي الكلاكلة واللاماب جنوب الخرطوم والتي سجلت معدلات المياه فيها ارتفاعا ملحوظا، خفت معه سلطات الدفاع المدني لوضع نقاط مراقبة على طول الشريط النيلي قبالة الجسر الواقي. اليوم عموما في هدوء بالنسبة للأمطار، يعني تقريبا في هدوء تام في كل الولايات، ولكن هنالك ارتفاع في منسوب النيل، والارتفاع لحد الآن ليست فيها خطورة، ولكن إذا حدث هنالك زيادة أو كمية من المياه ممكن تكون في خطورة على كل المحابس. هنالك قوافل خرجت للولايات النيلية وزعت شكارات، الآن وزعنا أكثر من 500,000 شكارة للولايات النيلية تحسبا لفيضان النيل أو كسور في أي موقع من المواقع إن شاء الله. أصبحت المناسيب المرتفعة للنيل فيما يبدو أمرا مقلقا للمواطن ولسلطات الدفاع المدني التي ظلت تتابع الأحباس المختلفة للارتفاع المتوقع بين الحين والآخر. الأمطار المتوقعة من قبل سلطات الإرصاد السودانية تقول إنها تفوق المعدلات الطبيعية، ما يعني أنها قد تشكل خطرا أكبر، ربما يزيد الأوضاع تعقيدا أكثر مما هي عليه الآن. مدثر محمد أحمد،